وأنوه على أمر أنه أحيانا يكون لشخص شأن في الناس ولكنه كافر، فترى الفتاوى فتاوى عاطفية لا تخرج فتاوى شرعية منضبطة، يقول كيف يا جماعة تقولون أنه كافر، كيف كيف يا أخي، ما نستطيع نقطع لأحد بالنار أو بالجنة، لكن نجري الأحكام الشرعية، لا يجوز لنا أن نستغفر لمشرك. لقول الله تعالى في كتابه الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وتأتي فزلكات أصولية أحيانا يقول أصحابها يجوز أن ندعو له بالرحمة وهو كافر، فنقول لهم: هل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم العامة، مات آلاف الكفار في زمانه، هل ورد عنه مرة واحدة أنه قال لكافر اللهم ارحمه؟ إن النبي قال لأبي طالب: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنزل النهي، فنزل النهي. فهذا يحدث تلبيسا على الناس، إذا قلت الرحمة غير المغفرة، صح الرحمة غير المغفرة، ويجوز تخفيف بعض العذاب عن بعض الكفار، لكن سيرة الرسول العامة، هل كان الرسول يدعو للمشركين بعد وفاتهم بالرحمة؟ هل كان يدعو لهم بالمغفرة؟ فلا نترك السيرة العامة من أجل مسائل يعني تلبس على الناس. فتاوى مثل هذه لا ينبغي أبدا أن تصدر، ولا ينبغي أبدا أن نحدث على الناس تلبيسا يوهن الولاء والبراءة. شخص مات على الكفر، مات محاد لله ورسوله، مات يسب الإسلام، ومات يسب المسلمين، ومات منتحرا، ومات فاجرا، ومات طاعنا في الرب سبحانه، نأتي نقول الله يرحمه، كيف يحصل تلبيس على الإسلام ويوهن قضية الولاء والبراءة؟ حكم